والمباريات وارضيه الملعب، لكن اعداد كان جيد جدا لمستر مارتن لهذه المباراه. del campo y todo eso y la victoria que hemos hecho hoy es ha sido una victoria especial. Yo creo que ha sido una victoria justa. Y اعتقد انه هو فوز مستحق. En el segundo tiempo quizás sufrimos في الشوط الثاني يمكن عانينا شويه لان المنافس قدر يسيطر شويه. Pero bueno, los rivales juegan, tienen sus méritos. المنافس دايما بيلعب ويحاول يستغل كل ما يملك. Y al final bueno, conseguimos el gol que nos dio la tranquilidad. لكن احنا احرزنا الهدف الاخير اللي ادانا الهدوء. Todos sabíamos, todos. كلنا عارفين. Que hoy era un partido especial. إن الماتش النهاردة كان ماتش خاص. والمنافسين بتوعنا فقدوا نقاط وإحنا النهاردة كان لازم نكسب. Y era muy importante aprovechar la oportunidad. وكان el equipo la aprovechó. كان لازم نستغل الفرصة والفريق فعلا استغل الفرصة دي. فعلا يمكن إحنا من خلال متابعتنا الجانب النفسي اللي بيشتغل عليه مستر مارتن بشكل كبير جدا مع اللاعبين بيبان مع اللعيبة، بنشوف الإصرار وبنشوف الجدية، كيف يتعامل مستر مارتن مع لعيبة النادي الأهلي في الجانب النفسي بالذات. Tan serios jugando de esa manera. Hay cuatro, el fútbol tiene cuatro patas. El cora deja arba argol. Técnica. El técnic. Táctica. O el tactic. Física. O el físic. El badani. El amel badani. La que dijo él. Psicológica. O el nafsia. El amel nafsi. Bueno, el equipo está bien. Hay que seguir entrenando. Lo físico. Psicológico también se entrena. Y من ناحية النفسية هو بيتابعها دايما وده اللي بيميز طبعا. Durante 90 minutos no puede haber relax. في أثناء 90 دقيقة مش لازم يكون في راحه هدوء. ممكن احنا ناخد لكن ممكن نهدي اللعب لكن ما ننزلش بمستوى الماتش. عارف ان يمكن مستر مارتن ملوش دخل في ارضيه الملعب لكن ارضيه الملعب واضح ان هي ليها تاثير شويه على اللاعبين، هل ده اثر شويه على اللاعبين في ارضيه الملعب وفي التكتيك اللي بيطبقه مستر مارتن؟ Bueno, evidentemente para la intención que tenemos de jugar. بطبيعي ان ده بيأثر. Quizás el campo no ayuda. الملعب عادة ما بيساعدش ساعات. Si hubo una mala adaptación de algunos jugadores. ممكن يكون اللعيب مش متعود على الأرضية دي. ويزحلق مثلا على أرضية الملعب. Es un error nuestro, tenemos que mejorar, ver el tema del calzado. لازم نحسن من ناحيتنا احنا نوع الحذاء اللي بيلبسه اللاعب. ونشوف ازاي نتجنب المشكله دي ونحاول نجيب حذاء بيمسك شويه في الارض اكتر. مباراه الجونه بعد الاداء المميز وهزيمه بيراميدز اكيد هيبقى عندهم دوافع كبيره جدا قبل مواجهه النادي الاهلي، كيف سيتعامل مستر مارتن مع اللاعبين والتحضير لهذه المباراه؟ para ganar el Ahli. Bueno, sí, partido a partido. بيقول لك هو ماتش وماتش. Ahora es Gouna y دلوقتي هنجهز للجونة. هنريح يوم واحد وهنفكر فقط في الجونة. شكرا. أكيد بنشكر مستر مارتن لاسارتي المدير الفني كابتن إسلام على هذه التصريحات، زي ما بنقول طبعا يمكن راجل معذور عنده مباريات عديدة جدا، ملعب اتكلمنا عليه لأن الملعب النهارده كان ليه تأثير بشكل كبير جدا يا كابتن إسلام، بنشوف سواء لعيبة الداخلية أو لعيبة النادي الأهلي، لكن الحمد لله يمكن خرجت المباراة بدون إصابات وبفوز النادي الأهلي، إن شاء الله يستمر النادي الأهلي في سلسلة الانتصارات ومنها إن شاء الله الاحتلال المركز الأول والحفاظ على لقب بطولة الدوري العام. عودة ليك يا كابتن إسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي.